وقفوا المصورين ومنعوهم من أن يدخلوا، مع العلم أنه كل الموافقات هي رسمية والكل عنده تبليغ. احتجاجاً على ما وصفوه بتضييق الخناق عليهم ومحاولة تحجيم دورهم ومصادرة آرائهم، خرج المئات من أبناء المكون المسيحي بتظاهرات بتأييد من مجلس مطارنة نينوى أمام مبنى قائم مقامية قضاء الحمدانية شرقي الموصل، للمطالبة بإيقاف إهانة الرموز الدينية وحلحلة أزمات المسيحيين في العراق. يقول بأنه سهل نينوى هو عراق مصغر، خلي اليوم الحكومة خلي تيجي تشوف ايش كي يعملون هذولا في هذا العراق المصغر. يعني الأراضي مالتنا كي تروح، شبابنا كي تهان، المنطقة قسمت أمنيا وسياسيا وإداريا، ووصلت حتى لليوم بأنه أفواهنا أن تغلق. المتظاهرون حملوا لافتات تطالب بتعديل قانون الانتخابات لاختيار أشخاص يعبرون عن إرادة المسيحيين حسب تعبيرهم، متحدثين عن مخاوف مما أسموه محاولات التغيير الديمغرافي والتقسيمات السياسية والوصايات. وإننا إذ نشيد بقضائنا العادل ونأمل أن يحقق مطالب جماهير شعبنا المسيحي، وذلك بأن يكون لنا سجلاً انتخابياً خاصاً لنا لكي ننتخب من يمثلنا بحرية. يعني هذه المشكلة تحتاج إلى تدخل من قبل صنع القرار في العاصمة بغداد، لا يتم حلها داخل أراضي نينوى ولا حتى بتدخل الحكومة المحلية، كون المشكلة بين المكون الواحد وتحتاج إلى تدخل حقيقي وتدخل جاد من قبل الحكومة الاتحادية لحلحلة هذا الموضوع. وخلال الوقفة طلب مجلس المطارنة بضرورة حماية الدرجات التعويضية التعيينية المخصصة لأبناء المكون من دون أن يتدخل بها حزب أو جهة سياسية. ويخشى قادة في المكون المسيحي من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ما قد يتسبب بهجرة جديدة لجماهيرهم في حال استمرار سيطرة شخصيات متنفذة بواسطة السلاح على مقدراتهم وأصواتهم حسب تعبيرهم. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.